الحدث مع أحمد القماطي. ساعات ويصل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر إلى أرض الوطن قادما من جولة خارجية أكدت مصادر عسكرية أنها كانت مثمرة وناجحة، كما أكدت مصادر خاصة لقناتنا أن الجولة تأتي في إطار دعم القوات المسلحة قبل انطلاق عملية تحرير درنة من آخر فلول التنظيمات الإرهابية على رأسهم القاعدة والجماعة المقاتلة وكبيرتهم جماعة الإخوان المسلمين ذات التوجهات الإرهابية. الحدث، أهلا بكم مشاهدينا. الخميس يصل المشير واضعا حدا لحملة إعلامية إخوانية غير أخلاقية حاولت المساس بالمؤسسة العسكرية المبنية على أساسات متينة، فأظهرت الشائعات التي تبنتها قناة الجزيرة القطرية ووسائل إعلام غربية أخرى تملك الدوحة أسهما فيها، أظهرت مدى تماسك الجيش ومدى صلابة الحاضنة الشعبية، فتفطن الشعب الليبي لحجم المؤامرة المحاكة ضده والتي تنفذها كذلك مجموعة من القنوات الإخوانية الأخرى التي تبث من تركيا. غدا الخميس يعود المشير منهيا وصلة الإشاعات والكذب التي تحدثت عن موته. غدا الخميس يكشف الزائفون وتظهر حقيقتهم وتسقط ورقة التوت عن الكثير من الصحفيين والإعلاميين وأشباه المحللين. ساعات ويفضح الإخوان الكاذبون والمرتزقة غير المقنعون. غدا يعود المشير من زيارته الخارجية التي تعمدت القيادة إحاطتها بالسرية رغم كل محاولات أجهزة المخابرات الأجنبية معرفة وجهته، فحاول إعلامهم بشتى الوسائل ضخ معلومات كاذبة عن مكان تواجده، منتظرا من الإعلام الوطني الداعم للجيش الليبي في الداخل والخارج التماهي معه، لكنه لم يفعل وأبى إلا أن يبث المعلومات الرسمية المؤكدة من المصادر العسكرية. فشل إعلامهم وأبى إعلامنا إلا أن يكون واقفا محترما لجمهوره ليحترق إعلام الإخوان في الدرك الأسفل من النار. غدا يوم احتفالي كبير سيكون ثقيلا وحارقا على أنصار حزب التبرير. غدا يعود المشير. السيسي ومحمد بن زايد وتيارهم ليتبع لهم تيار الكرامة وتيار العنف، هذا تيار العسكر، طبعا هم في أزمة الآن لأن صنمهم ورجلهم مريض واحتمال كبير أنه مات ولم يعلن عنه. طبعا طلبوا المخابرات المصرية والإماراتية طلبوا من فرانسيس أن لا يعلنوا الخبر، هناك مصادر مطلعة بأن حفتر مات. دام تأكد الآن أن خليفة حفتر أصبح خارج المشهد ولم يعد يستطيع أن يقوم بأي دور وأنه سيكون هناك فراغ في هذا الاتجاه، فهي قد تكون فرصة مواتية جدا. لا أحد ينكر أن خليفة حفتر هو شخصية جدلية. تحدثنا عن هذه الأنباء التي وصلت قبل قليل وتم نشرها على الهواء بشأن المصادر المتطابقة التي أكدت للنبأ أن خليفة حفتر قد فارق الحياة بالفعل في مستشفى في باريس. هذه الأنباء عبارة عن مصادر مختلفة وتطابقت في نفس المعلومات. الحدث، أهلا بكم مشاهدينا، أرحب بضيوفي في هذه الحلقة عبر الأقمار الصناعية، دكتور أحمد العبود الأكاديمي والسياسي، كما أرحب بضيوفي هنا في الاستوديو دكتور مختار الجدال أستاذ التاريخ السياسي بالجامعات الليبية، أرحب كذلك بالباحث السياسي والقانوني الأستاذ فرج زيدان، وضيفي عبر سكايب المحلل السياسي دكتور العربي الورفلي. دكتور أحمد العبود أبدأ معك بداية، أهلا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد. خلال ساعات
يعود المشير إلى أرض الوطن. برأيك كيف سيكون وقع هذا الخبر على الإخوان المسلمين ووسائل الإعلام التابعة لهم التي انتهجت الكذبة والتزوير خلال الأيام الماضية؟ يعني أولا استهلال صراحة، يعني الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. غدا بإذن الله الخميس بنغازي وليبيا تستقبل القائد العام المشير خليفة بن قاسم حفتر، القائد المؤسس للمؤسسة العسكرية النظامية الموجودة اليوم في ليبيا، القوات المسلحة العربية الليبية، صانع الإنجاز الحقيقي صراحة لصنع مؤسسة من الركام، صانع الإنجاز في النجاحات المستمرة والمتكررة في الحرب على الإرهاب، صانع الإنجاز في عملية توحيد ليبيا. لما نتكلموا على مسار القوات المسلحة، المؤسس للدولة الثانية، الدولة الليبية الثانية، فهي انطلقت من الحرب على الإرهاب وبناء مؤسسة عسكرية، إلى تأمين الحقول النفطية وتحريرها من الميليشيات والعصابات الإجرامية، إلى مسار يمتد إلى الجنوب الليبي بعملية فرض القانون وتحرير التراب الليبي من الميليشيات والتشكيلات المسلحة والعصابات الوافدة من خارج الحدود. اليوم نتكلموا والجيش يحتفي صراحة بترتيبه 9 أفريقيا والحادي عشر عربيا والسادس والسبعون عالميا. نحن نتحدث عن عودة ميمونة بإذن الله للقائد العام، هلا بالخميس وهلا بالمشير خليفة حفتر في أرضه، بين أهله، بين مؤسسته العسكرية، بين ناسه، بين هذه الحملة الكبيرة، حملة الحب. يعني نحن أسقطنا هذا المشروع وهزمناه سياسيا، مشروع الإسلام السياسي بأجنحته المتعددة بقنواته الإعلامية، أسقطناه عسكريا وعندما هزمنا الإرهاب، وهزمناه سياسيا وأمنيا، واليوم نهزمه أيضا إعلاميا بخطاب الحب، بخطاب حب الناس التي التفت حبا وإخلاصا وتقديرا. مشاعر الحب خلال الأسبوعين الماضيين كان جياشة، وأسقطنا خطاب الكراهية، خطاب التشفي، خطاب الكذب. هذا الخطاب الذي كان يظن بأنه يريد قلب المعادلة، فاليوم بإذن الله نستعد لإعلان هزيمته في استحقاق آخر، هو استحقاق أمني إعلامي. يعني لا أستطيع أن أعبر عن هذه المشاعر التي تجتاحني في هذه اللحظة، ولكن ما أستطيع أن قوله بأن هذا الخطاب الإعلامي الذي تبنته عاصمة الإرهاب الدوحة عبر أذرعها الإعلامية الممتدة من النبأ إلى ليبيا كل الأشرار، إلى التناصح، إلى هذا الإعلاميين اللي تصدروا المشهد كذبا وزورا وبهتانا في محاولة لسرقة الفرح، لأن الليبيين اليوم يستعدوا للاحتفاء بالذكرى الرابعة لعملية الكرامة وبدك آخر معاقل للتنظيمات الإرهابية في معركة سوف نقدم فيها الدليل والبرهان على جاهزية هذه المؤسسة العسكرية النظامية في تحرير درنا الثقافة والحضارة من فلول هذه التنظيمات المهزومة المتأزمة أخلاقيا وإنسانيا وكل شيء. يعني كل ما أستطيع أستدعيه من قاموس السقوط الأخلاقي والإنساني والأدبي أستطيع أن أستدعيه في هذه الحملة العشواء الشعواء، حملة الكذب وتصدير الكراهية التي بتتها إعلام الإسلام السياسي بأجنحته المتعددة خلال المدة الماضية. اليوم أسقطناهم إعلاميا أيضا، وأسقطناهم شعبيا بحب الناس وبإيمانهم بالمشروع الذي يقوده المشير خليفة حفتر والذي تقوده المؤسسة العسكرية القوات المسلحة العربية الليبية. هذا هو العنوان الأبرز الذي أستطيع أن أستهل به هذه التقديم أو هذه الحلقة، بأننا جاهزون صراحة، جاهزون في كل المعارك وكل التحديات من أجل استعادة الدولة، لأننا نحن مشروع الدولة القوية، القوات المسلحة هي مشروع الدولة القوية، والمشير خليفة حفتر هو الأب المؤسس للدولة الثانية من خلال تأسيسه لهذه المؤسسة القوية التي استطاعت أن تنتصر في الحرب على الإرهاب وتقود اليوم معركة تحرير الوطن وتوحيده. أرحب بلان بدكتور العربي الورفلي المحلل السياسي ضيفي عبر سكايب من باريس. دكتور أهلا بك. مساء
مساء الخير دكتور أحمد، ومساء الخير للمشاهدين الكرام وضيوفك الأعزاء. المشير خلال ساعات يعود إلى أرض الوطن، برأيك كيف سيكون وقع هذا الخبر على الإخوان المسلمين ووسائل الإعلام التابعة لهم؟ بالفعل أخي أحمد، دعني أقول في البداية كلمة بسيطة موجزة، أقول أن الوفاء هو للرجال، الوفاء هو للوطنيين الشرفاء. نحن عمرنا يعني ما نجدو أحد ولا نطبلوا لأحد، ولكن هذا من باب الوفاء، يدعونا هنا إلى وقفة وفاء، وقفة بالفعل مع هذا الرجل الذي تكالب عليه الأعلام، إعلام يعني الحقيقة سقط سقطة إخلاقية لا إنسانية لديهم ولا آدمية ولا يعني سيدنهم التشفي والشماتة. ورأينا العشر أيام الماضية كيف أن هذا الإعلام صب جام غضبه على المشير في شخصه، وتطاول أيضا على شخصه، وأيضا راهنوا على تفكيك القوة العسكرية، وهذا طبعا الآن دليل يعني موجود على الواقع أن القوة العسكرية تسير بقوة. الرجل يعني ذهب إلى باريس، أحدهم يقول للعلاج والآخر يقول ربما في مهمة رسمية. الإنسان هذا عرضة للمرض، عرضة للمرض، وعرضة أيضا للإجهاد الذهني والمجهودات التي يقوم بها، ربما بحاجة إلى إجازة لمدة أسبوع، لمدة حتى 10 أيام. ولكن هذا الإعلام المنحط، الإعلام الذي لا يتمتع بأدنى يعني بأبسط درجات المهنية، إعلام غالة في التشفي وغالة في الشماتة، صبوا جام غضبهم على المؤسسة العسكرية، وقد راهنت المؤسسة العسكرية بأنها مؤسسة قوية، وقد قاموا بتنفيذ عمليات في ظل غياب القيادة العسكرية، قاموا بتنفيذ عمليات معروفة، وقاموا بعمليات قصف جوي ضد معاقل الإرهاب. المعركة مع هؤلاء مستمرة، لن تتوقف أبدا، سواء إعلاميا أو سياسيا أو عسكريا، حتى يتحقق النصر للشعب الليبي. النقطة المهمة هنا أنهم كلما عوا ازدادت شعبية هذا المشير، وازدادت شعبية المؤسسة العسكرية لأنها تتمتع بحاضنة شعبية كبيرة. خرجت مثلا علينا قناة أنا أسميها النبح، بالفعل هي نبح، خرجت علينا قناة النبح لتقول بأن هناك قبائل تزحف نحو الرجبة. تصور يا أخي، أرادوا بث الفتنة داخل بنغازي بين قبائل عربية معروفة، وفشلوا في هذا الأمر. شكلوا غرف عمليات وبإشراف دولي، بإشراف دولي أنا أقولها، خارج يعني في الخارج، وأصبحوا يمدوننا بأخبار عاجلة وأخبار هي أضحوكة، هي ليست حقيقية على الإطلاق. وإلى حد هذه اللحظة لازالوا يبثون هناك أخبار، يقولون المشير لازال يعني بحاجة إلى علاج، يطلع واحد يقول والله عدة ودنة توجع فيه، واحد يقول عينه توجع فيه، واحد يقول مش عارف شنو توجع فيه، وهو سوف يكون إن شاء الله داخل مدينة بنغازي الحاضنة للقوات المسلحة إن شاء الله يوم الخميس غدا. ويذهب هذا الإعلام المهتري، الإعلام البائس، الصفحات المأجورة إلى الجحيم. نحن بالفعل مع مؤسسة عسكرية، وبقينا مع المبدأ، لأننا نحن ندعم مؤسسة موجودة على أرض الواقع وتكافح الإرهاب. هم راهنوا أنه بغياب المشير سوف ينتهي كل شيء. أنا أقول لك حقيقة فقط وباختصار شديد، لدينا في المنطقة مثلا في بنغازي والمدن المحيطة أكثر من 60,000 جندي يحملون أرقام عسكرية. خلي الأخبار هذه تطلع، خلي الإخوان اليوم يرتعدوا، يبحثون عن حفاظات المنصور. 60,000 جندي بي 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 بأرقامهم العسكرية وبرتبهم العسكرية متواجدين في الجبهات. بالله أين نذهب بهؤلاء؟ هل يعني نمشوا بهم للبحر؟ لا، هذه قوات وموجودة وهدفها تحرير الوطن من هذه الشرذمة، من هؤلاء المرتزقة، من هؤلاء الذين باعوا الوطن يعني باعوا العرض والشرف. القوات المسلحة لهم بالمرصاد، وأتمنى السلام للمشير خليفة حفتر، وأتمنى السلام للقوات المسلحة والمؤسسة العسكرية. وأنا كان قدرني الله إن شاء الله وسمح ظروفي سوف أكون في الاحتفالات إن شاء الله، وشارك هذه المؤسسة احتفالاتها بالفعل بالنصر بإذن الله. دكتور العربي الورفلي، ننتظرك في بنغازي للمشاركة في هذه الاحتفالات.
بذكرى انطلاق عملية الكرامة، لكن تتحدث عن الكذب، كذب الإخوان المسلمين دكتور. أيضا الصادق الغرياني المفتي المعزول في تصريح له قبل ساعات لازال مصرا على أن المشير قد مات. إذن هم لازالوا مصرين في عملية الكذب والتضليل، هذا إعلامهم أيضا لازال مستمرا في هذه السياسة. سؤالي، هؤلاء رموز هذه التنظيمات الإرهابية، إعلام الداعم لهذه التنظيمات الإرهابية، كيف سيتعامل مع هذه الحقيقة التي سنشهدها خلال ساعات وعودة المشير؟ كيف سيتعامل، كيف سيوجه خطابه لجمهوره بعد أن كذب عليه وساهم في تضليله؟ هذه ليست الكذبة الأولى التي يكذبونها، كذبوا هم من 2011 وهم يمتهنون مهنة الكذب. أنا أطرح سؤال هنا على الليبيين، بالله يا ليبيين، هذا المفتي وجماعته والإخوان، أنا مش عارف شنو ياكلوا، شنو تعاطوا، شنو هو، قولوا لنا شنو، حتى والله حتى جماعة الحشيش ما يديروا ديرة، والله العظيم جماعة القات تلقاه معبي قات ومصطاقد وماشي أموره، هذول ما عادش عرفني كيف يتفاهموا معاهم، يفتوا في الكذب والفتن. هذا خرج علينا ما يسمى بالمفتي المعزول وقال بأن تصور هذا مدى هذه الكراهية والبغضاء، يقول بالحرف الواحد بأن المشير مات ولا يجوز الصلاة عليه وسوف يعملون الصهاينة على تعيين خلف له. انظر إلى هذا الحجم، هذا الهراء وحجم هذا الكذب وغيره. يعني الإخوان المسلمين رأيناهم في تصريحات أخرى، رأينا هذا جمع الأقباطي، رأينا حويلي قال نبي دولة مدنية، واحد قال استغلوا غياب المشير. بالفعل والمشير كان غائبا لظروف خاصة، نعم، ولكن المؤسسة العسكرية استمرت. ما الذي حصل للمؤسسة العسكرية؟ بالعكس، رأينا جنودا أوفياء يؤدون واجباتهم العسكرية بكل مهنية وشرف، ونحن لن نلتفت إلى أكاذيبهم، لأن كما قلت لك من 2011 وهم يمتهنون الكذب، يزورون الحقائق على الناس. يا سبحان الله، احنا خذنا معاهم معارف إعلامية تقول له تعال هذه داعش، هاي داعش تصرف الناس، يقول لك لا مش داعش، هذه ما انظر شنو، تعال في بنغازي في اغتيالات يا ناس 700 تم قتلهم وسفك دمائهم، تعالوا شوفوا الحقائق، يقول لك لا بنغازي ما فيها شيء، امورها تمام وما فيش، هذين ممكن شويه الزام ولا شويه عصابات ولا جلاطين فجر فيهم. يعني تزوير الحقائق هذا هذه مهنتهم الاساسيه. وبالتالي نحن الان بالفعل هذا الموقف يجب ان نستخلص منه الدروس، ان يكون الشعب الليبي حاضر لهذه المؤسسه العسكريه، والمؤسسة العسكرية تسير بقوة بعون الله، وقد لاقت اعترافات دولية يعني من دول معروفة لها وزن. والحقيقة يعني حقيقة نحن لنبتعد قليلا عن التطبيل، ولكن هناك كلمة يجب أن أقولها، هذا الرجل بالفعل هو الذي أسس المؤسسة العسكرية، خذ ولا خلي. هذا الرجل خرج من بيت ربما ببضعة أشخاص، بضعة عسكريين، ونعرف القصة كيف انطلقت عملية الكرامة، وجد بنغازي يعني الدواعش وانصار الشريعة ينتشرون في الشوارع، يقتلون الناس، يقطعونهم يعني أربا، ورأينا جرائم حصلت. خرج هذا الرجل بالفعل لملم هذه القوات رغم الحصار الدولي المفروض عليه، ولكن استطاع بعلاقات وبمجهودات أن يكون مؤسسة عسكرية الحمد لله اليوم لديها قوات جوية ضاربة، ولديها قوات برية ضاربة، وقوات بحرية. وعلى المواطن الليبي أن يجعل ثقته بهذه المؤسسة العسكرية ثقة كبيرة، لأن هؤلاء بالفعل يتراجعون كل يوم، وسوف تشاهدون غدا أعلامهم كيف يتعامل مع هذا الحدث. وأنا أركز هنا على قناة النبأ أو النبح، يجب العمل على رفع قضايا يعني قضايا قضائية بحق هذه القناة، وهي ارتكبت فضيحة في فرنسا نشرها زميلنا وصديقنا الأخ عبد الحكيم فنوس، جابت واحد مرتزق قالت له برا، قال أنا هاني في العناية نشوف المشير قدامي ولا شنو، خش للمستشفى. واتضح الكذب والهراء، واتضح مدى الخديعة، يحاولون خداع الناس وخداع الشعب الليبي، ولكن والله الشعب الليبي فطن لهم، والشعب الليبي أصبح يعني شعب من الوعي وكذا، حتى يكتشف حقيقتهم ويكتشف أكاذيبهم الزائفة بمفتيهم بإخوانهم بدنيتهم. هؤلاء بالفعل حتى الحوار معهم أصبح يعني لا يجوز، لا يمكن التعايش مع هؤلاء. واحد يبي يطلق عليك الموت، كيف تحاور معه أنت؟ واحد ما عندهش ذرة إنسانية، ما عندهش ذرة رجولة، ما عندهش ذرة شرف، يقول يعني لا إنسانية ولا أخلاق لهم. والله يكتب في كلام على صفحاتهم تشفي، يأتي في النهاية هذا مواطن ليبي
ولسان عرضة للموت، هل يعقل أن تتشفى فيه بهذه الطريقة وتصب جام غضبك على مؤسسة بكاملها؟ أبدا. هذا الموقف ازداد يعني ازددنا معه قوة، والمؤسسة العسكرية ازدادت معه قوة، وسوف نشهد إن شاء الله احتفالات بتخريج دفعات. وأنا أتوجه بالشكر إلى المؤسسة العسكرية لقيام بهذا المجهود، يعني هناك عسكريين الآن يتأهبون لتخريج دفعات جديدة سوف تتخرج. بس يا مواطن يا ليبي خليك واثق من المؤسسة العسكرية، أما هؤلاء الأخوان وأعلامهم ومقاتلتهم ومفتيهم فهم في تراجع، في تراجع. نعم، لأن الحق حق، وهم على بالفعل هم على باطل، هم يريدون قتل الناس، هم يدعمون في الإرهاب يذبح الناس، ونحن نريد المؤسسة العسكرية تريد حماية الناس، بالفعل تريد حماية الناس وحماية المدنيين وتأمين المدن وإعادة الدولة وحماية فيما بعد الدستور وحماية المؤسسات إلى غير ذلك. هذا هو مطلبنا، هذه مؤسسة عسكرية وأهدافها. أما جماعة لا لعسكرة الدولة ولا لكذا، تشري سبحان الله تبغى نمشي للبقرة ولا وين نمشي يا سبحان الله؟ ما فيش إلا تدعم المؤسسة العسكرية، هذا هو الخيار الوحيد أمام الشعب الليبي. أدعموا قواتكم المسلحة، وهذا الموقف والله أزددنا معه قوة الموقف. وأنا أحيي الرجال الذين بقوا على مبادئهم، أما اللي باعوا اللي باع هذي انبياع بكي، اللي بقى على المبدأ ووثق في القوات المسلحة والمؤسسة العسكرية بعون الله. نحن مستمرون في الدعم الإعلامي والدعم السياسي وعلى كل الأصعدة، مؤسسة عسكرية مستقلة تقوم بواجبها العسكري وتحمي المدنيين، هذا هو الهدف. فيما بعد ربما تحمي مؤسسات إذا حصلت انتخابات، إذا تم تبني الدستور، تو بالله هم يحكوا لي عن الدستور، الدنيا منهردة من كل تركينة وواحد يحكي لي عن الدستور، تو وين الدستور اللي بتديره وأنت بلادك مهرعة من كل تركينة؟ أمن بلادك قبل واحمي مؤسساتك وبعدين أنت فاهموا على الدستور ولا أنت فاهموا حتى على واحد. أرحب بدكتور مختار الجدال أستاذ تاريخ السياسي بالجامعات الليبية. دكتور أهلا بك. أهلا وسهلا بك دكتور. كيف تتوقع ردة فعل الإخوان المسلمين رموز هذا التيار وسائل الإعلام التابعة لهم الذين انتهجوا الكذب طيلة الأيام الماضية بعد عودة المشير المنتظرة خلال ساعات؟ أولا خليني أشكرك على المقدمة اللي قدمتها بصراحة، وأشكر الدكتور أحمد العبود على أيضا ما تفضل به، والدكتور العربي الورفلي. مانيش عارف، انا مره امير قطر اظل سي السمعه قال حفتر خلانا واقفين على رؤوس اصابعنا، بكره حيخليهم واقفين على رؤوسهم. اولا انا اهني افراد المؤسسه العسكريه، ضباط وجنود وطلبه وكل المؤسسات العسكريه، الكليات والمعاهد والمدارس والعسكريه، على سلامة المشير وأقول أن الإعلام طبعا طوعوه كيف ما يريدون. هذا جابوا واحد تونسي وقال خشيت المستشفى وشفته ويرقد في العمليات، وبعدين دحض هذا الموضوع الدكتور عبد الحكيم فنوش. خليفة حفتر يملك مشروع. لما جاء خليفة حفتر في 2014 كان يملك مشروع، هذا المشروع هو تأسيس أو محاربة الإرهاب وتأسيس جيش وإنقاذ دولة أو بناء دولة. هذا مشروع لا يمكن أن يسقط، لا يمكن أن يسقط بذهاب أحد ولا قدوم أحد، ولا يعني هو عندما ذهب المشير إلى خارج ليبيا بقت المؤسسة العسكرية كما هي، المؤسسة العسكرية بكل ما تملك من 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 أفراد وضباط، يعني استمرت. اليوم المفتي طالع يقول والله مجتمعين في القاهرة يفكروا في منو يتولى بعد المشير. معقولة لهذه الدرجة من الانحطاط؟ الأوغاد يعني جماعة الإخوان ينصحون باختيار فلان ولا اختيار علان؟ هذه مؤسسة عسكرية، هذه فيها تراتبية، هذه يعني. وبعدين الراجل ماشي في مهام عمل في دول العالم،
في فرنسا ولا في مصر ولا في الأردن ولا في يجي واحد يضحك على الناس. والله بالنسبة لي أنا شخصيا أنا واخد والله واخد حصانة منهم، لكن المشكلة في العزايز والشيبين اللي بصراحة اللي عند الضغط واللي عند السكر واللي عند يعني بصراحة راهو من يوم طلع إذا كان تذكروا طلع صوان وقال نحن مستعدين للقبول بخليفة حفتر رئيس للدولة متى جاء عبر صديق الاقتراع. هذه كانت المقدمة، بعدها على طول طلع العرادي، وبعدها طلع الصلابي، وبعدها ويقولون هذه هي كانت بداية لهذه الإشاعة التي ظهرت وهذا الكلام الهراء الذي ظهر. ولكن المؤسسة العسكرية كانت متماسكة، المواطن الليبي في بنغازي وفي شرق ليبيا وفي غربها كان متماسك ولم يصدق هذا الهراء، كانوا واخدين حصانة من قنوات النبأ إلا القليل. طبعا القليل اللي كان عندهم يعني الروح المعنوية نازلة بصراحة تأثروا وكانوا يتصلوا بينا وكيف وكيف يصير وكيف يا ناس راهو ما في شيء اصبروا راهو كذا راهو. بصراحة هؤلاء هذه مهامهم أو هذا شكل حربهم، حربهم خدع وحربهم إشاعات. وطبعا الإشاعة أنت عارف الإشاعة راهي في الأمن الحربي العسكري، الإشاعة لها تأثير كبير في الدول. طيب يعني سقط الدول نتيجة الإشاعات. لكن نعم. هذه التنظيمات ترفع شعار الدين والإسلام، لكن سلوكها خلال الأيام الماضية رغم أنهم ينقلون إما خبر مرض أو خبر موت، لكن لاحظنا حالة تشفي كبيرة ينتهجها هؤلاء بغض النظر عن مدى الكذب الذي مارسوه، لكن أنا أتحدث على حالة التشفي التي مارسوها خلال المدة الماضية حتى من قبل بعض من يسمون أنفسهم رجال دين. طبعا هم حتى بالنسبة لقناة النبأ واخدة المصطلح ديني من صورة عامة يتساءلون عن النبأ العظيم. يعني معقولة أنت واخذ المصطلح الديني وتضحك به على الناس وتضحك به على المشاهد وتقول النبأ هذه القناة المصداقية وهذه قناة يا سيدي تفضل ها النبأ طلعت أي كلام النبأ طلعت كذابة هذا أبو سهمين هذا الفقمة طلع كذاب اللي كان يقول والله المشير انتقل الى ما يقولوش انتقل رحمة الله يا ريت باحترام يقولوا مات المشير ومات يا سيدي باي بكره شو بتقول يعني هذه القناه شو اللي بتحكيه انا هذه التناصح التابعه لدار الافتاء والتناصح تقول تقول الراحل خليفه حفتر غدا سيف كيف سيكون خطابها لجمهورها هذه الإشكالية الخطابة كيف بيكون الإشكالية في كيف ستعود المصداقية من أتباعهم على الأقل نحن اللي صدقوا فيهم كيف سيشاهدونها من جديد كيف سيشاهدونها هذه القنوات كيف ستعود النبأ لتخبر أخبارها وتذيع أنباءها هذه القناة اللي قال عليها السيد العربي الوفلي صديقنا النبح فعلا هو النبح للكلاب مع احترامي للمشاهدين بصراحة يعني أنا أحترم المشاهدين ولكن النبح دائما للكلاب ولا تضرنا نبح ولا يضرنا نبحهم والمؤسسة العسكرية ستستمر وقياداتها وسنحتفل قريبا بتخريج دفعات من الكلية العسكرية ومن مراكز التدريب ونحتفل بالكرامة لأن الكرامة مشروع ومشروع إنشاء دولة وإنشاء مؤسسة عسكرية ولا يضره أن ينبح بعض من الكلاب على هذه المؤسسة. أرحب بالأستاذ فرج زيدان الباحث السياسي والقانوني. أستاذ فرج كيف تتوقع رد فعل تنظيم الإخوان المسلمين رموز هذا التنظيم وسائل الإعلام التابعة والداعمة لهذا التنظيم التي مارست الكذب والتزييف خلال الأيام الماضية؟ أنا لا أتحدث خلال السنوات الماضية، أنا أريد أن أركز فقط خلال هذه الحملة التي حاولت من خلالها إحداث فتنة في المناطق المحررة التي استمرت 10 أيام تقريبا. الآن بعد عودة المشير المرتقبة خلال ساعات، كيف سيكون وقع هذا الخبر على هؤلاء؟ بداية أحييك دكتور أحمد وبضيوفك الكرام وبكل السادة المشاهدين، وقبل أن أبدأ في معرض الإجابة على سؤال حضرتك لعلي أستهل حديثي بتهنئة كل الليبيين
بقدوم قائد الحرب والسلام المشير خليفة بن قاسم حفتر بعد إنهائه لجملة من الاستحقاقات عبر محطات مختلفة. لكن أنا أحب أن أسلط الضوء على نقاط مهمة جدا. النقطة الأولى بأننا نحن في خلال الفترة الماضية شنت حرب إلكترونية، حرب معلومات أو حرب نفسية من قبل تلك الجماعات الإرهابية وأذرعها الإعلامية عبر مختلف وسائل الإعلام. استخدمت على سبيل المثال إعلانات ممولة، عواجل، استخدمت هناك حلقات تغطية بثت عبر عدة قنوات يعلمها الليبيين. لكن في 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 نهاية الأحوال، في نهاية المطاف، ما الذي حصل؟ هو أنهم خسروا تلك الحرب الإعلامية، لأن الحرب بمفهومها الشامل الحديث، وأنا أوجه خطابي لكل الليبيين بأن الحرب لم تعد حربا صلبة فقط، هي حرب تعتمد على الكثافة النيرانية، بل هي حرب أيضا حرب إلكترونية. هذا هو مفهوم الحرب الجديدة، حرب الجيل الرابع، أو الحرب أو الحروب الهجينة. عموما في نهاية الأمر نجحت القوات المسلحة باستدراج تلك الأذرع الإعلامية، وأنا أقول استدراج وضع عشرات الخطوط تحت عبارة الاستدراج. استدرجت تلك الأذرع الإعلامية، تلك الميليشيات أو الجيوش الإلكترونية، من خلال استراتيجية عدم الرد والاستمرار في استراتيجية العمل بنهج صامت لإنفاذ تلك الاستحقاقات. ولذلك تم إغراءهم بعدم الرد، مما ترتب عليه أن ارتفع منسوب الإشاعات بدءا في البداية. وأذكر كل الليبيين تحدثوا عن حالة مرض، ثم بعد ذلك عن حالة أورام، ثم بعد ذلك عن حالات غيبوبة وجلطة دماغية، ثم بعد ذلك انتهوا إلى مسألة الوفاة. هذه الاستراتيجية، استراتيجية الاستدراج من خلال عدم الرد مع التركيز والمضي قدما في إنجاز الاستحقاقات لمصلحة الليبيين، لمصلحة الوطن ولمصلحة القوات المسلحة، زادت من تلك الشراهة. وكانت تدرك القيادة العامة من خلال عدم الرد، رغم أن البعض يتساءل لماذا القيادة العامة لم ترد، لماذا القيادة العامة لم تخرج ولو صورة. القيادة العامة الآن ليس لديها وقت لشرح مثل هذه المسائل، تدرك بأن الليبيين سيأتي الوقت، وغدا هو الوقت الذي سينزل فيه قائد الحرب والسلام ليروه صوتا وصورة وكلمة. لديك عدة إشارات تريد أن تنتقل إليها كما وضحت في بداية هذه الحلقة، لكن دعني أسألك في هذه الجزئية فقط أستاذ فرج زيدان. حالة الكتمان والسرية التي أحيطت حول هذه الزيارة الخارجية للقائد العام انتقدها البعض، لماذا ليس هناك تصريحات أو توضيح من المصادر العسكرية الرسمية؟ أن تعتقد أنه ربما هناك ميزات لهذه السياسة وتعتبرها كانت متعمدة ربما في السياسة أو في إطار سياسة الاستدراج حتى تتمادى التيارات ووسائل الإعلام التابعة للإخوان المسلمين في غيها وتكشف وتفضح في نهاية المطاف؟ هو ما يهم الليبيين في نهاية الأمر هو قدوم القائد العام غدا، وسيرون بالصوت والصورة والكلمة قدوم القائد العام، وهو بصحة ممتازة وبقوة، وسيرونه غدا، والصورة أعتقد حتى الاستقبال سيرونه غدا. وما يهم الليبيين هو هذه المسائل. لكن في جميع الأحوال، وأنا قلت لك بأننا إذا ما أردنا الحديث بشكل مهني على سؤال حضرتك الآن، حصلت هناك حرب إلكترونية كبيرة جدا. هذه الحرب الإلكترونية كما قلت لك نجحت القيادة العامة في استدراج مثل هذه الجماعات، ومن ثم أصبحت هناك تصعيد في هذه الحرب الإلكترونية. هذا التصعيد وهو بسبب عدم الرد، لأنهم دائما ما يقولون في أذرعهم الإعلامية لماذا القائد العام لا يخرج، هكذا كانوا يقولون. صحيح. إذا كان هم يقولون، إذا كانوا كما يقول أنصار عملية الكرامة هم هكذا يقولون أن قائدهم العام بخير، فلماذا لا يخرج ليرفع من همم أنصاره. لذلك نحكم ما الذي حصل. عدم الرد زاد من شراهتهم في رفع مستوى تلك الإشاعات وتلك المغلوطات، ليتأكد الليبيين بأنهم كاذبون، ويتأكد الليبيين من حقيقة جماعة الإخوان المسلمين التي تصدر خطاب التصالح وخطاب التهدئة هذه الأيام. لكن كيف خسر هذا المشروع؟ كانوا هم يراهنون على شيء، يراهنون على
إخفاض الروح المعنوية لدى القوات المسلحة التي هي الآن تحقق انتصارات كبيرة جدا في جبهة درنة، لأنه لم يعد هناك من جيب إلا الجيب الأخير، جيب تنظيم القاعدة الذي هم يرتبطون به، وإلى الآن لم يفكوا ارتباطهم به في درنة. ولذلك هم كانوا يحرصون خصوصا بعد هزيمة ميليشياتهم الإرهابية في بنغازي وهزيمتها في الجنوب وفي الجفرة، لم يتبقى لديهم إلا ذلك الجيب الإرهابي، وقطعت عنهم خطوط الإمداد البحري، ومن ثم أصبحت لديهم الورقة الأخيرة. الورقة الأخيرة في حربهم ضد المؤسسة العسكرية والقيادة العامة هي تلك الحرب النفسية، حرب المعلومات، هادفين بذلك إلى تحقيق أمرين. الأمر الأول هو رفع الروح المعنوية لذلك الجيب الإرهابي الأخير المعزول في درنة، وبالإضافة إلى ذلك ماذا؟ التخفيض من الروح المعنوية لدى قواتنا المسلحة. أيضا يحاولون كما قلنا نشر حالة من الانقسام والفوضى داخل المؤسسة العسكرية. لكن ما الذي حصل؟ خسرت تلك الهجمة الإعلامية. ما الذي أدى؟ تماسك المقاتلون في الجبهات وتقدموا واكتسحوا مواقع مهمة جدا، وانهارت تلك الميليشيات، أقصد الجيب الأخير، بدليل خطاب التهدئة الذي أصدره تنظيم القاعدة حت بعنوان حتحات علي ما فات. بالإضافة إلى ذلك هناك سيطرة في منطقة الجنوب، يعني من خلال العملية الاستراتيجيات الذكية التي تقوم على الضبط النفس واستخدام الكثافة والقوة النيرانية في وجه المرتزقة، مع الوقوف على مسافة واحدة من كل المكونات الاجتماعية في منطقة الجنوب. بالإضافة إلى ذلك القوات الجوية، القوات الجوية نسور الجو التي تمكنت من ضرب الأهداف في منطقة الخصوم. هذا الأمر ترتب عليه ماذا؟ إحراج ما يسمى بعملية عاصفة الوطن التي تحدث عنها السراج مدعيا بأنها لمكافحة الإرهاب. الآن ما الذي حصل؟ هذه العملية أثبتت وعي الليبيين، كانوا هم يعولون على أن تلك الإشاعات سيترتب عليها إضعاف الجبهة الداخلية، لأنه إذا ما ضعفت الجبهة الداخلية ستتأثر الجبهة القتالية. لكن ما الذي حصل؟ الجبهة الداخلية تماسكت. هذا الأمر سيترتب عليه استخراج أو تخريج درس من هذه العملية، ما هو؟ وهي ثقة الشعب بالقيادة وثقة القيادة بالشعب. الشعب لأنه وثق بالقيادة لم يتأثر بتلك الحرب الإعلامية وزاد من وعيه وتماسكه والتفافه حول القوات المسلحة، والقيادة العامة لم ترد على تلك الحملات الشائعة أو المعلومات المغلوطة، لأنها تدرك بأن الشعب لديه وعي ولأنه ملتف حول المؤسسة العسكرية، ولذلك فشلت تلك الحملة الإلكترونية. في النتيجة ما الذي ترتب على ذلك؟ هم قالوا وصلت تلك الإشاعة إلى الذروة. ما هي الذروة؟ بأن المشير فرق الحياة، هكذا هي الذروة. لكن ما الذي حصل؟ المشير سيأتي وبكامل قوته وعافيته وسيراه كل الليبيين، والفاصل بيننا وبين قدومه هي مسألة ساعات. ما الذي سيصاب به ذلك الإعلام؟ سيظهر أمام الليبيين وأمام أنصاره. الليبيين الشرفاء يعلمون حقيقة ذلك الإعلام، لكن ما هو موقف ذلك الإعلام أمام أنصاره الذي يعني شوف أنت نسبة الإشاعات. ولذلك سيظهر هذا الإعلام بأنه إعلام كاذب، إعلام مزور، والأنكى من ذلك سيثبت خطورة جماعة الإخوان المسلمين إذا دخلت إلى مفاصل السلطة. هذه مسألة مهمة جدا. الإخوان المسلمين الآن لديهم تكتيك عبر وسائل الإعلام بأنهم مع التهدئة وبأنهم ضد العرف وبأنهم ضد الإرهاب، لكن بعد أن قاموا بتسييل تلك الإشاعات وبسبب عدم رد القيادة العامة على تلك الإشاعات يبدو أنهم صدقوا أكاذيبهم. ما الذي حصل؟ تغيرت لغة الخطاب باتجاه خطاب العنف. ولعلكم في تقريركم، والذي أشكركم وأثمن هذا التقرير، يعني جلبتم يعني عينات من أنصار ذلك التيار وخطابه التصعيدي. الآن هذا الأمر سيترتب عليه ماذا؟ لأن تلك الجماعة كانت تستخدم التقية قبل الأحداث الأخيرة التي تتكلم فيها عن أن عملية الكرامة هي عملية نبيلة، وبأن مجالس الشورى هم مجموعة من الإرهابيين. ها هم الآن يقولون بأن ردوا وقالوا بأن قائد عملية الكرامة، يعني بعد أن قالوا بأن بالإمكان قبوله حتى رئيس للدولة، الآن يقولون بأننا نحن تخلصنا وهناك شخصية جدلية وإلى غير ذلك.
ولذلك أنا أسلط الضوء أمام الليبيين عن تلك الحقائق بأن تلك الجماعات لا أمان لها، لا عهد لها. غدرت بالعهد مع الملك فاروق، غدرت بالعهد مع جمال عبد الناصر، غدرت بالعهد مع الراحل محمد أنور السادات، غدرت بالعهد أيضا مع سيف الإسلام في مشروع ليبيا الغد، وها هي الآن تنكث بالعهود. هي لا يعني من خلال تقديمها تاريخ طويل من تاريخ طويل لذلك يعني أنا أكتفي بهذا القدر من هذا الاستهلال في هذه طيب. الحلقة شكرا. أعود إليك دكتور أحمد العبود. الحملة الإعلامية الإخوانية الممولة من قطر برأيك فشلت تماما بعد أن افتضح أمرها، أم أنها نجحت في زاوية من الزوايا في التأثير على رأي العام المساند للجيش والداعم للجيش في المناطق المحررة؟ يعني أولا وجه التحية لجميع الضيوف، الأستاذ العربي المرفلي اللي عرفناه وعهدناه دائما على المبدأ، والدكتور مختار الجدال أيضا رفيق النضال، وأخي العزيز أستاذ فرج زيدان على هذه الحوصلة صراحة في تحليل ما حدث خلال الأسبوعين الماضيين، والعودة بعيدا صراحة إلى كشف وفضح مشروع تيار الإسلام السياسي بأجنحته المتعددة من التنظيم الأم، تنظيم الإخوان المسلمين المؤسس لهذه التنظيمات الإرهابية، إلى آخر هذه التنظيمات التي هزمناها في ليبيا هزيمة حقيقية صراحة. ستدرس في كتب التاريخ كيف استطاعت المؤسسة العسكرية بالكفاف شعبي وحاضنة شعبية وبخطاب إعلامي محترف صراحة ومحترف، سواء على مستوى القيادة، نقول بأمانة يعني نعطي الناس حقها. أنا استمعت للناطق الإعلامي المتحدث الرسمي، القوات المسلحة العميد أحمد المسماري، العميد أحمد المسماري، أيضا استمعت للمكتب الإعلامي الأخ العزيز خليفة العبيدي. بيانات القيادة العسكرية واضحة وصريحة، واليوم بكرة الناس سوف تتأكد بالدليل والبرهان بأن هذا الخطاب هو خطاب الحقيقة، هو خطاب الصدق، هذه هي المهنية، هذه هي الصدق. وأيضا صراحة للقناة الدراع الإعلامي والرائد لمشروع الدولة القوية قناة الحدث، يعني كنا واضحين صراحة في نهجنا في تفنيد وتكذيب هذه الإشاعات التي يبثها الإعلام الممول. واليوم صراحة نقول بكل ثقة بأن مشروع الإعلامي هزم هزيمة حقيقية خلال هذه الأسبوعين، يعني بكرة بإذن الله هو تتويج لفشل هذه الحملة، حملة الكذب والافتراء والتشفي. الوجه الحقيقي لتيار الإسلام السياسي بمفتيه المعزول، هذا اللي أنا أعتبر فيه هذا أحد مفتي الإرهاب صراحة، والتطرف والعنف والقتل في ليبيا، وهذه الجماعة التي كل يوم نثبت فيها للمواطن الليبي بأنها جماعة إرهابية، هي الراعية وهي المدرسة الأساسية لكل التنظيمات الإرهابية، ولا أقصد هنا جماعة الإخوان المسلمين. ما أستطيع أن أقوله صراحة، ولا صراحة بنوجه التحية والاحترام والتقدير لهذه المؤسسة العسكرية الرائد اللي نعتبر فيها المؤسسة للدولة الليبية في التأسيس الثاني. المؤسسة العسكرية حافظت على رباطة الجيش برغم محاولة هذه الحملة الشعواء خلق الانقسامات داخل المؤسسة العسكرية، لا حافظت على عقيدتها العسكرية، وحافظت صراحة على انضباطيتها. يعني هذه يعني الحملة الإعلامية الإخوانية المشبوهة الممولة من قطر لم تنجح بل فشلت في أهدافها، وأنت تعتقد أنها أيضا أظهرت مدى صلابة وقوة ومتانة المؤسسة العسكرية وكذلك الحاضنة الشعبية للجيش التي لم تتأثر بها. يعني خلينا نشوف كيف يعني كيف المؤسسة العسكرية، كيف جهازها الاستخباراتي هذه المؤسسة العسكرية، إحاطة زيارة المشير خليفة حفتر بكامل السرية، أوكي، لم تستطيع أي أجهزة مخابراتية في الخارج اختراق هذا الطوق الأول، الطوق الأمني. النقطة الثانية صراحة القيادة العسكرية في هذه المؤسسة الرائد، يعني هل يعقل ما هذه المؤسسة العسكرية العجيبة يا أخي، تحافظ على قوتها وصلابتها
وتوجه توجيهاتها الاستراتيجية بالإعلان عن تحرير درنا، وتتواصل في تقاريرها النهائية لإنتاج مصالحة حقيقية في الجنوب وتحرير الجنوب من هذه الميليشيات التي أعطت في الأرض فسادا، وترد وتصد هجمات التنظيمات الإرهابية وتضرب قواعده في السدادة وفي في الهلال النفطي. يا أخي هذه مؤسسة سوف تدرس في التاريخ، تدرس لأنها استطاعت أن تقدم النموذج كيف تكون هذه المؤسسة تحتدي بسلوك القائد. ولا المقصود هنا القائد هو ذلك القائد الحكيم المشير خليفة حفتر. المشير خليفة حفتر مدرسة اليوم في العسكرية، كيف تتربى، كيف هذه أخلاق المدرسة العسكرية، كيف سلوك المدرسة العسكرية، كيف الإنجاز التي تصنع المدرسة العسكرية. هذه المسنة، هذه المدرسة هي فخر ليبيا، هي فخرنا نحن الليبيين. لهذا سوف تجد هذا الالتفاف، وسوف تجد هذا الدعم من الحاضنة الشعبية. الحاضنة الشعبية عندما قلقت من حجم الإشاعات، قلقت حبا وأرادت الإطمئنان على من صنع الاستقرار في هذه المنطقة. نحن المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة هي مناطق الاستقرار، هي مناطق الأمن، هي مناطق انعدام الجريمة، هي مناطق الدولة، منظمات الدولة. كل الضيوف وكل الزوار الذين يزورون المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة يرون بأن مشروع الدولة الليبية ما بعد 2011 يتحقق عبر هذه المؤسسة العريقة، المؤسسة التي نرفع لها القبعة احتراما وتقديرا وفخرا. نعم نحن نفخر بهذه المؤسسة لأنها تقدم الدرس كل يوم بأنها هي مؤسس للدولة الليبية، وهي التي سوف ترجع لليبيا كرامتها وسيادتها، وسوف ترجع لليبيين كرامتهم وسيادتهم. هذه مؤسسة نعتز بها، هذه هي الطفل الوليد الذي خرج من الركاب. لهذا نقوله بأن مشروع الإخوان المسلمين اليوم أعلن عن وفاته، اليوم صراحة أعلن عن وفاته، لأن راهن على خلق الشقاق داخل هذه المؤسسة، راهن على إسقاط هذه المؤسسة، راهن على ضرب الفتنة والشقاق ما بين الحاضنة الاجتماعية الراعية والمساندة والداعمة والمصطفى خلف المؤسسة العسكرية، راهن ويزال يراهن. ولكن اليوم نشيد وندشن نهاية حقيقية لهذا المشروع الكاذب، المشروع المبني على الإشاعة، المشروع الممول من قطر، من الدوحة، ومن إجندات مشروع الإسلام المسلمين، إخوان المسلمين. أنا أقول اليوم أعتقد بأن وصلوا إلى قرار نهائي هذا التنظيم العالمي بأن مشروعهم في ليبيا قبر، مشروعهم في ليبيا فشل. راهنوا على بث الإشاعة بأن الرجل آخر مفترقات الإشاعة بأنه استشهد، توفى، يعني هيك يقولوا، قتل بتشفي بخطاته. غدا بإذن الله سوف نقول لكم نحن هنا، نحن حاضرون، نحن أصحاب المشروع الذي هزمكم عسكريا وهزمكم أمنيا، واليوم يهزمكم إعلاميا ويهزمكم في الأمن السبراني. سوف تدرس إدارة أزمة المؤسسة العسكرية، كيف أدارت المؤسسة العسكرية موضوع إدارة هذه الأزمة إعلاميا في مواجهة آلة إعلامية كقناة الجزيرة القطرية وبناتها الإخوانيات. نعم. هنا في ليبيا رغم ضخامة الدعم المادي أكثر التمويل من 2 مليار دكتور فشلوا، أكثر من 2 مليار صرفتهن الجزيرة، صرفتها القطر، ونهبتهن جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة اللي هو علي رأسها بالحاج والأخري، نهبتهم من الخزانة العامة ليمول هذا المشروع الإعلامي. هذا المشروع اليوم أعلن عن فشله، انتهى صراحة وهزم. يعني نتكلم صراحة على احتفالية كبرى سوف تشهدها الوطن غدا بإذن الله بالعودة للميمونة للمشير خليفة حفتر، ليدشن من بعدها أن المواطن الليبي عندما يرى هذه القنوات أول كلمة سوف يقول هذا كذب، هذه هي قنوات الزور والتزوير والتضليل. لهذا نقول بكل اطمأنينة بأن هذا المشروع الذي أدخل الدولة الليبية في الفشل لسبع سنوات انتهى، وبأننا أمامنا استحقاقات أخرى. سوف ننطلق في معركة تحرير الوطن من بقايا التنظيمات الإرهابية، من تنظيم القاعدة في درنا، وسوف ننطلق إلى معركة أكبر وهي معركة توحيد الوطن وإعمار الوطن، لأننا نحن أصحاب المشروع. الأربع سنوات الماضية أثبتت بأن المؤسسة العسكرية وداعميها وحاضنتها الاجتماعية ومحلليها، الناس اللي قدامكم الوطنيين الشرفاء الذين لم يبيعوا ولم يغيروا جكتتهم أو جلدتهم لأنهم شرفاء على المبدأ. ولا أقول بصراحة عبر إذاعتكم الموقرة، أشكر كل نشطاء الفيسبوك صراحة والسوشيال ميديا الذين كانوا على المبدأ
وكانوا على العهد وآمنوا بالمشروع. كانوا بالمرصاد يا دكتور. نعم وهم أسقطوا المشروع. يعني لا إعلانات ممولة تاريخية. نعم يعني يعني هل تعقل هل يعقل يعني أنا بقولها بصراحة وأنا اسمحوا لي أخذت أكثر من وقت الجماعة يعني عندنا بصراحة داخل السوشيال ميديا هؤلاء النشطاء الوطنيين صراحة وهؤلاء الذين التفوا واصطفوا خلف مشروعنا يعني قدموا الدليل وقدموا كيف تصطف النخبة الشابة النخبة التي تعاملت مع موضوع السوشيال والمواقع التواصل الاجتماعي بعقلية حرفية وعقلية وطنية أنا أرفع لهم القبة صراحة ولا أستطيع أن أسمي فهم أسماء متعددة كانوا الداعم الحقيقي لنا وكانوا الداعم الحقيقي للمؤسسة العسكرية والداعم الحقيقي لمشروع الاستقرار ومشروع الدولة القوية القادرة التي تقودها القوات المسلحة كقاطرة ويمثل مشروعها المشير خليفة حفتر حفظه الله. أعود إليك دكتور العربي الورفلي وأنت أحد نشطاء الفيسبوك أو وسائل التواصل الاجتماعي الفاعلين لديك عشرات الآلاف من المتابعين. الأيام الماضية كان هناك أيضا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي حملة ممولة بمئات الآلاف ربما تهدف إلى إحداث فتنة وشقاق وأيضا دعاية لهذه الأكاذيب ولهذه الحملة التي انتهجها الإخوان المسلمين. الآن هل تعتقد أن الإخوان صدموا بعجزهم عدم تأثيرهم على الرأي العام رغم كل هذه الأموال التي صرفوها خلال الأيام الماضية؟ نعم دكتور أحمد والكلام للجميع. نحن نملك وسائل بسيطة ومتواضعة جدا. نحن نملك وسائل الفيسبوك وتويتر وبعض الأصدقاء وبعض الشباب نتواصل مع بعضنا وهناك بعض الصحف يعني وبإمكانيات بسيطة جدا. أنا شخصيا والله عمري ما دفعت عليها صفقتي ولا نعرف حتى الآن حاجة اسمها إعلان ممول. أنا ماشي مع الناس وندافع على جيش وندافع على هذا الوطن. نحن مع وطن ولسنا مع أشخاص. هالحملة اللي قادوها الإخوان المسلمين بالفعل أنا مستغرب هذه الهجمة الشرسة. دفعوا يعني ملايين الدولارات من أجل أن يكتب في صفحته بد الجيش ويدعو إلى الحقد ويدعو إلى الكراهية. نحن بفضل الله سجلنا كل المناشير ابتداء من قناة ما يسمى بليبيا الحرارة بليبيا الإخوان وسجلنا أيضا لقناة النبح النبح هكذا بصريح العبارة ولقناة التناصح ولكل دعاة ما يسمون بأنفسهم النشطاء ومحللين وكل موثق عندنا ومسجليننا ومصورين. تصور يا أخي هذا واحد ميليشياوي مشي عمرة للسعودية. أنت يا سيدي ماشي وإحنا جربنا حتى العمر وجربنا الحج. أنت عليك أن تدعو للناس جميعا وأن تسامح الناس وأن تدعو للمحبة والخير وقف أمام الكعبة وقعد يدعي على المشي. تصور يعني وصلت بهم إلى هذه الدرجة. هذا مسجل هذا موجود عندنا يعني الكلام هذا وهذه الفرحة عندها وهذا الابتهاج يعني بتفكك المؤسسة العسكرية. تصور يبوا يردون للميليشيات ويبوا يردون للإرهاب في بنغازي. أنت بعد تفكك المؤسسة العسكرية من وبيك أنت حيبدأ الذبح من جديد وحيبدأ سفك الدماء. ولكن نحن ندعم هذه المؤسسة الوطنية المؤسسة العسكرية التي تقارع الإرهاب. وعودة بالله يا دكتور أحمد عودة إلى مسألة الإعلام. بالفعل نحن بحاجة إلى وقفة هنا بعد هذا الذي حصل إلى وقفة إعلامية جادة. هناك لدينا خبرات وشباب إعلاميين يجب الاستفادة منهم ويجب تنظيم الحركة الإعلامية حتى تبع المؤسسة العسكرية. فلا يمكن أن ينطلي علينا كذب النبح أو التناطح أو التناطح على فكرة لأن طنطح هي أو يعني القنوات أخرى أو صفحات مأجورة. علينا بتنظيم أنفسنا إعلاميا والاستفادة من الخبرات الشبابية. هناك شباب نحن نعرفهم على درجة عالية من الوعي وعلى درجة عالية من الخبرة ومؤهلين لقيادة يعني الإعلام أو الركن الإعلامي والمعركة الإعلامية. هذه ضرورية. تصور نحن تلقينا اتصالات من ناس والله
والله ناس يعني أخذت فيهم الإشاعة مأخذ، نحاول أن نطمنهم بأساليب بسيطة، يخشوا علينا في رسائل يقول لك بالله شن صاير يا أخوي العربي، شن صاير يا أخوي مختار جدال، بالله شن صاير يا أخوي العفول، بالله يا أخوي فرج زيدان شنو صاير. يعني الإشاعة انتشرت، وهذه قنوات ممولة اخطبوط، هذا النبات طبعا تبث من تركيا والحرار من قطر، وكلهم تحتهم المال وتحتهم الإعلام، وحتى كوادر جلبوهم يعني أغروهم بالمال، والآن هم موجودين مذيعات ومذيعين ومذيعات معهم، و 24 ساعة وهم يبثوا في الإشاعات. ليس هذا وحسب، بل هذه القنوات أيضا لديها صفحات ممولة على الفيسبوك، دورة تفتح الفيسبوك تطلع لك ليبيا الحرة، زود المشير والله في العناية، زود المشير مش عارف وين، زود والله العظيم الإشاعة أخذت في الناس ما أخذ، ويريدون تفكيك هذه المؤسسة العسكرية. آخر شيء قامت به النبح، وأنا أهني هنا قبائل أهل برقة، قبائل البنغازي، وهنيهم على وطنيتهم. قناه النبح حاولت اللعب على كما قلت لك على الجانب القبل. تصور عندما تعلن قناه عبر صفحتها او هذا المذيع شو اسمه وشدوق اسمه صفوان ولا شيء يقولوا له، هذا يعلن يعني بصراحه الولد هذا بالفعل يجب محاكمته ويجب مقاضاته، يعلن ويقول بان قبائل من كذا كذا الان تهاجم يعني تزحف نحو الرجمه، هناك قبائل من مش عارف مرسى مطروح تحاول الالتحام بقبائل بنغازي. تصور هذا الولد قابع في تركيا ويحكي لنا على قبائل موجوده في بنغازي، بنغازي التي نعرفها جميعا، بنغازي التي نتواصل معها ليل نهار. تصور، ولكن للاسف يعني الحمد لله رب العالمين القبائل انتبهت الى هذه الاشاعات وهذه الفتنه، والله العظيم يا ليبيين يريدون من جديد تدمير الجيش الليبي، لا يريدون لكم ابدا الحريه، يحاولون تمرير لكم ما يسمى بالدوله المدنيه، ما يسمى بالديمقراطيه، تبع يا سيدي انا عندك دوله مدنيه وديمقراطيه في طرابلس، برا طبقها، انت ليش تدور فينا احنا في الجيش غادي؟ برا طبق دولتك المدنيه مع الجماعه هؤلاء الميليشيات اللي موجودين في بنغازي، وبحثها معاهم، انت شو تدير؟ تو جمعه القماطي اللي 24 ساعه ينقز لي من قناه لقناه، هالرجل هذا شنو يبيها؟ هذا مؤسس حزب يتكون من شخص واحد، انا سميته حزب النفر الواحد فقط، ويخي فيه ما واحد بنغازي اللي بالشاي قال لي جنسيه وقال لي تعال اقعد معي في الحزب. هذا ماذا يريد جمع القماطي؟ ماذا يريد من المؤسسه العسكريه؟ قال لهم بالحرف الواحد الان المشير اصبح يعني خارج المشهد، وعلينا تنظيم انفسنا ومش عارف كذا، والكلام الهراء هذا اللي كررته. نحن مع مؤسسه عسكريه، يعني تو ليش؟ تبوني نتخلى عن المؤسسه العسكريه ونمشي ندور جمع القماطي يا ناس؟ ولا نمشي ندور من المغرب للجزائر لتونس وهدم البياع اللي باعوا طول اول ما سمعوا بالمشير ان ممكن في زياره رسميه لفرنسا دار شنطه وتسجل للمغرب قال لك انت حاور مع خالد بشري وانت حاور مع فلان وانت حاور مع كذا، صار انت تدور في منصب. طيب هذا التناقض ايضا كيف تفسره دكتور العرب الورفلي؟ الاخوان المسلمين هذا التنظيم الذي تؤكد الان انه اثبت فشله بعد ان فضح امره وكذبه رغم كل هذه الامكانيات الضخمه التي يمتلكها اعلاميا، لكن ايضا عمليه اثاره فتنه، محاوله تصدير اشاعات على سبيل المثال، قبائل تزحف باتجاه الرجمه، او عمليه قصف تتم الان في مدينه بنغازي، هروب كما يقولون قاده عسكريين خارج الرجمه، كل هذا الكذب الذي اثبتت الايام انه غير حقيقي، وأيضا غدا تحديدا سوف يعود القائد العام ويتم إثبات أيضا هذه الإشاعات التي بثوها خلال العشرة أيام الماضية، وفي ذات الوقت يمدون أيديهم للحوار. نعم يعني واحد يشح واحد يرخي، هذه حكي. فقد الاتصال مع دكتور العربي الورفلي على ما يبدو، سوف أعود إليك مرة أخرى دكتور. طيب ينضم إلي الآن أو لدي مداخلة مع الأستاذ أحمد عامر نائب مدير تحرير جريدة مجلة الهرام العربي. أستاذ أحمد أهلا بك. أهلا بحضرتك دكتور أحمد، وفي البداية أهني الشعب الليبي وأهني الأمة العربية بسلامة سيادة القائد العام الجيش الليبي المشير خليفة حفتر. الإخوان المسلمين مرة أخرى أستاذ أحمد عامر يشنون حملة إعلامية ممولة من قطر هدفت خلال الأيام الماضية لبث كمية كبيرة من الشائعات والأكاذيب والتزوير، الآن تم إثبات فشل هذه السياسة وهذه الأكاذيب، أنتم أيضا لديكم تجربة في مصر مع هذا التاريخ الطويل من الكذب الذي يتبعه هذا التنظيم،
كيف تعلق على هذه الحملة الشعواء الممولة من قطر ضد الجيش أستاذ أحمد؟ والله يا أستاذ أحمد، حملة الإخوان المسلمين دي مش جديدة، زي ما حضرتك قلت دي مارسوها عندنا في مصر وبيمارسوها باستمرار عندكم في ليبيا، ولا بد من التصدي لها. لكن خلينا نقول إن خلال العشر أيام اللي فاتوا من يعني تذبذب الأخبار واختلاف وغموض مصير القائد العام للجيش الليبي، هل هو حي، هل هو مريض، هل هو في حالة صحية خطر، هل هو بخير، كل هذه طلعت أربع نقاط مهمة جدا لابد إن احنا نتعاطى مع هذه النقاط ونبدأ دراسته. أولا، أثبت للعالم كله أن هناك مؤسسة عسكرية انضباطية حقيقية بناها هذا الرجل مع كم الأجاذيب التي تناقلت على مدار الساعة وليس على مدار الأيام بأزمات وصراعات في جنرالات الجيش الليبي، كل ده الواقع أثبت أنه غير حقيقي بالمرة، وكان فيه تماسك قوي جدا أحيي رجال الجيش الليبي عليه. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، ما حدث أثبت أن الشعبية الجارفة التي يتمتع بها المشير خليفة حفتر ليس داخل ليبيا فقط ولكنه داخل الوطن العربي بالكامل، فكان العشر أيام الأخار لا صوت يعلو على صوت ما هو الوضع الصحي للمشير خليفة حفتر. دي تاني نقطة. النقطة الثالثة والمهمة، إن هذا أثبت أنه الرقم الوحيد والرقم الصعب في المعادلة الليبية شرقا وغربا وجنوبا وليس بنغازي فقط كما يروج إعلام الإخوان. أما النقطة الرابعة وهي النقطة السلبية الوحيدة، هي التعاطي الإعلامي من قبل القيادة العامة والجيش الليبي، واسمح لي أن هم ياخدوا دوت بسعة صدر مع المشهد الإعلامي. كان في تضارب في الأنباء، كان في اختفاء شديد جدا للتصريحات، كان في تصريحات مختلفة، كان في مواعيد أخرى لظهور المشير من عدمه. دي أظهرت ربكة في المشهد الإعلامي العربي حتى مع مؤيدين الجيش الليبي في التعاطي الإعلامي. بمعنى إيه؟ إن الأيسة ما كانش هناك قناة واحدة نقدر اللي احنا نتعامل معها كصحفيين تقدر تمدنا بالمعلومات الصحيحة بشكل مباشر في ظل وجود هذا اللغط وهذا الأكاذيب والإشاعات اللي كانت حرفية، خلينا نصفها بالحرفية، من قبل الإعلام الممول قطريا والتابع لجماعة الإخوان المسلمين وتحديدا في الدول الغربية. أنا كان أصحابي في دول غربية أو أصدقاء صحفيين إذا كان فرنسا أو أمريكا وبتاع بيتحدثوا عن حالة شديدة الخطورة لسيادة المشير في مستشفى العسكري في فرنسا، وكان هناك عدم رد صحفي مقنع. فدي نقطة مهمة جدا لازم اللي احنا نتبحث الفترة اللي جاية، ازاي يبقى فيه هيكل اعلامي منظم يقدر ان هو يتصدى لهذه الاشاعات وبقوة. ودعنا نرجع بالذاكرة سنة ونصف للخلف عندما تم الهجوم على الموانئ النفطية بشكل عكسي، رأينا جميع الوكالات رويتر والفرنسية وجميع الوكالات العالمية تتحدث على سيطرة الجزران على الموانئ النفطية مرة أخرى وهذا لم يحدث. ده يوصلنا أن الاعتماد على صفحات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا والأخبار الغير مؤكدة والغير يعني طلع من متحدث رسمي ومن ناطق رسمي ليس لها حجم كبير في الصحافة العالمية. ممكن يبقى في الداخل الليبي بيتم الاعتماد على صفحات التواصل الاجتماعي كنوع من الإعلام، ولكن في الحقيقة الإعلام الليبي ما زال منغلق داخليا، مهتم يعني قناة الحدث قناته على سبيل المثال هي مهتمة بالمواطن داخل ليبيا. أما التواصل مع الإعلام العربي والإعلام العالمي محتاج مراجعة قوية جدا. دي النقطة. نرجع لسؤال حضرتك فيما يخص ما روجه الإخوان المسلمين وقنواتهم وموقعهم الذي اعتبره قاموا بدور احترافي إعلامي لما جي أصف، ولكن انقلب السحر على الساحر بقى رجوع المشير الحمد لله، وهو الآن معلوماتي أنه في القاهرة وسيكون في ليبيا غدا بإذن الله. انهار هذا الكيان وهذا يعني الحديث شديد الخطورة الذي دار على خلال العشر أيام الماضية، وظهرت شخصيات في التواصل الاجتماعي وانكشفت شخصيات أخرى في محاولة لتحالفات وظهرت الصورة أوضح إعلاميا. ولكن أرجع يا دكتور أحمد أقول لسيادتك لابد من مراجعة الكيان الإعلامي في التعاطي مع الإعلام الخارجي والتعاطي، أنا مش بتكلم على أفراد أو القائمين عليهم، لا أنا بتكلم على خطة لدولة. زي ما ظهر أن في مؤسسة عسكرية منضبطة قوية جدا قامت بضربات قرب مدينة مصراتة
واجتمعوا اجتماع لجنرالات الجيش الليبي بالكامل في ظل غياب القائد العام للجيش، وما شفناش اي محاوله للانشقاق داخل الجيش. كان لابد ان احنا برضه نشوف اداء اعلامي على نفس المستوى. الاستاذ احمد عامر نائب مدير تحرير مجلة الأهرام المصرية، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيفي دكتور مختار الجدال. بغض النظر الآن عن التقييمات المختلفة لإدارة الأزمة إعلاميا، لكن هل أثبتت هذه الحملة الممنهجة من الإخوان المسلمين على الجيش ومحاولة إحداث فتنة في المناطق المحررة، هل أثبتت مدى مناعة الشعب أتحدث، وكذلك مدى صلابة الجيش، وأن هناك مؤسسة جيش حقيقية، هناك تراتبية، هناك جيش يتحرك في درنا، في لسدادة، في ذات الوقت؟ طبعا هو كان الخوف على المؤسسة العسكرية ورفض الأوامر يعني قد يحدث فيه انهيار. لكن في حاجة، التفجير اللي حدث في سيدي علي في الطريق الساحلي واستهدف به الفريق النضوري، هذا كان واحد من المسلسل بتاعهم. كان 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 ستقع فتنه لو ان هناك فتنه كانت ستقع. ايضا فتنه اخرى، خالد مشري لما استدرج السيد عقيله الى المغرب، هذه فتنه. هم كانوا سيدخلون هذه المناطق المحرره في فتنه. في 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 قناة النبأ هذه، يوم اول يوم في ظهور هذه الإشاعة، يقولوا الان الرجمة خرجوا منها القوات فاضية، ولا يزال عون الفرجاني لوحده. يعني هذا رئيس السيطرة، انا اقصد عون الفرجاني. فهم شنو يبوا يحرضوا باش تنتقل الناس، لأنها فاضي خلاص، عاد يمشي احتل المعسكر بتاع الرجمة. يعني هذه الأفكار وهذه الإشاعات اللي تطلع الهدف منها إيقاع أو إيصال المنطقة برقة إلى فتنة. ولكن أنا شخصيا من هذا المنبر أتوجه بالشكر والتقدير لكل قبائل برقة وقبائل المحيطة أو بنغازي اللي هي بالدرجة الأولى العواغير، اللي خيروا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، جعلوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار بصراحة. وهذا موقف يسجل لهم. ونقول لك حاجة، أنا نقول لك حاجة بالليبي يا دكتور أحمد، ضحكنا عليهم، ضحكنا على قناة النبأ، وضحكنا على الإخوان المسلمين، والإخوان المسلمين سوف لن تقوم لهم قائمة. منو اللي مازال بيجي بيقول أنا بنسجل مع الإخوان، ولا مازال بيحط حتى في انتخابات لو وصلنا لديمقراطية وانتخابات، مع أن هذا بعيد الاحتمال. يعني أنا نقول لك من مازال بيحط لي واحد إخواني وبيعطي فيه الثقة، ومازال لأنهم كذابين. لا يمكن اعتبار سياسة الكذب التي انتهجتها وسائل إعلام الإخوان المسلمين طيلة الأيام الماضية على أنه نجاح. لا ليس نجاح، هذا فشل. هم فشلوا فشل ذريع في إقناع أغلبية الليبيين بما ذهبوا إليه. ولكن هناك بعض الناس، أنا لا أقول كل الليبيين لم تمر عليهم، هناك بعض الناس مرت عليهم، هناك من سقط. الطريق طويل، القائد العام قال الطريق طويل. هناك من سقط، أنا هناك أقولها، هناك من سقط لأن الطريق طويل، وهناك من صدق هذه المقولة الإشاعات، وهناك من وكثيرين، يعني مجموعة كبيرة خاصة يتصل بك وبيقول لك والله أنت كيف أنت مش مصدقه، كيف أنت هذا الكلام مش مظبوطه، هذا في الأمن الحربي هذا لابد من مواجهته، هذا في التوجيه المعنوي لابد. الخوف كان من انهيار يحدث في الوحدات العسكرية اللي في الجبهات، اللي في درنا، اللي في الجنوب، اللي في الهلال النفطي. لا والله العقيد مش عارف منه بالقوة بتاعها انسحب من الهلال النفطي، معناها تعالوا الهلال النفطي فاضي. هذه الإشاعة المتكاملة. لا، ولكن خسروا ولم يصدقها أحد.
وبصراحة لابد أن ننتبه في المستقبل، ولابد أن نضع نظام إعلامي قوي، لأن بصراحة الإعلام الآن هو السلاح الفتاك، وهذا جربنا احنا. طيب سلاح فتاك في 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 أختم معك أستاذ فراس زيدان. أنا طبعا أحيي كل ضيوف صديقي ورفيقي الدكتور أحمد العبود على الشرح والتفصيل، الدكتور أحمد العربي الوفلي، أيضا الدكتور مختار الجداد، لكن في تعقيب بسيط جدا، وأنا أشكر الأستاذ أحمد من القاهرة على هذه التحفظات والملاحظات التي تأتي في إطار حرصه وخوفه على 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 ليبيا كدولة جوار، لكن في جميع الأحوال نحن يعني أنا أرد بعض النقاط على كلامه. أولا المتحدث العسكري للقوات المسلحة العميد أحمد المسماري كان له تصريحا مبكرا ويقول بأنه لا صحة لتلك الإشاعات التي تصدرها تلك الأذرع الإعلامية للجماعات الإرهابية، تلك القنوات الإعلامية. وبالإضافة إلى ذلك حتى أني أذكر أن أحد الفريق الاستشاري للقائد العام خرج ولديه تصريح على بوابة الإهرام، ويعني حتى أن الأستاذ أحمد من القاهرة أشار إليها يعني في صفحته، وهو يتكلم بأن يعني ما حدث هو مجرد فحص طبي عادي دوري، كل الزعماء وكل القادة العسكريين ورؤساء يخضعون تقومون يعني مسألة طبيعية جدا. وبالإضافة إلى ذلك نحن نقول بأن مهما رددنا على تلك الإشاعات في نهاية الأمر فالناس تريد في نهاية الأمر الصورة، القيادة العامة تدرك بأن الناس متعطشة للصورة يعني مهما رددنا، لكن في جميع الأحوال نحن ندرك بأن ما هي إلا مسألة أيام، وأن القائد العام ينهي استحقاقاته وتلك الإنجازات عبر محطات مختلفة، ثم بعد ذلك سيأتي الرد المدوي. هم ألم يقولوا بأن ارتفع منسوب الإشاعات إلى حد الجلطة الدماغية والوفاة؟ هل من المعقول أن خلال 10 أيام سيأتي القائد العام بكامل صحته؟ هل من المعقول أن الشفاء من الجلطة الدماغية بالعقل؟ وأنا ردي على أستاذ أحمد قال بأن هذا يعني أذرع محترفة، هو وصفها بأنها يعني جيوش إلكترونية محترفة. هل من الاحتراف في شيء؟ هم يقولون وصل الأمر إلى الجلطة الدماغية والوفاة الآن خلال 10 أيام، هل من المعقول أن يتعافى شخص من جلطة أو يعود إلى الحياة؟ بالإضافة إلى ذلك هناك سيل من الأكاذيب. هم قالوا مثلا الدكتور مختار الجداد قال بأنهم قالوا بأن أحد القيادات العسكرية انسحب وكتيبته من منطقة الهلال النفطي. نعم نعم هذا كلام لم يحصل، وقالوا بأن هناك أحد القيادات العسكرية انسحب من جبهة درنة. نعم هذا الكلام لم يحصل. نعم قالوا بأن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب عين قائدا عاما جديدا، هذا الأمر لم يحصل. قالوا بأن اللواء عون الفرجاني موجودا لوحده في القيادة العامة، هذا الأمر لم يحصل. قالوا بأن هناك قيادات عسكرية فرت من ليبيا، هذا الأمر لم يحصل. صح. هذا في ردي على ما يسمى يعني هكذا للتوضيح. قالوا بأن هناك تناحر وصراع حول خلافة القيادة العام، هذا الأمر لم يحصل. وخرج اللواء الفريق الناظوري وأكد بأننا على قلب رجل واحد، وبأن القائد العام وهو صدق في ذلك خلال 2 أو 3 أيام أو بضعة أوقات سيرجع القائد العام وسيراه الليبيين. في جميع الأحوال صحيح بأن ثمة بالتأكيد أخطاء نحن سندرسها وستخضع للمجهر ونستفيد من هذه التجربة، لأنها التجربة الأولى التي تمر علينا بهذا. لكن ليس مطلوب أيضا منا أن نتماهى مع كذب الإخوان المسلمين؟ لا أنا أو نرد على الكذب بكذب؟ لا أنا أقصد الآن في جميع الأحوال هذه تجربة نحن في نهاية الأمر لن تمر دكتور أحمد دون مرور الكرام، ستخضع للتقييم، لأننا نعتمد ضبط النفس في التعامل مع هذه الوقائع. نحن لا نستخدم منهج التسرع، لا نستخدم منهج ردود الفعل النفسية أو العاطفية، نقوم على منهج منضبط جدا، منهج يقوم على مراقبة الأحداث وتخريجها ونقد الذات. إذا كان هناك من انتقادات فقد انتقدنا أنفسنا وجلدنا ذاتنا في نهاية الأمر، لكن في نهاية الأمر سأؤكد لك بأن هذه التجربة لن تمر مرور الكرام، ستكون هناك سياسات واستراتيجيات للتعامل مع وقائع في المستقبل قد تحدث شبيه، لأننا ندرك ماذا؟ أنهم خسروا عسكريا وسياسيا، قد خسروا، لم يبقى لهم فقط إلا الحرب الإعلامية هذه الورقة الأخيرة.
ومن يعني من خلال منبركم الكريم انا اقول للليبيين بان هذه الحرب الاعلاميه ستحدث مرات ومرات ومرات. ولذلك نتمنى من كل الليبيين الان، وخصوصا ان الليبيين قد عاشوا معنا في هذه الحرب، واعتقد بان المجتمع بالكامل قد خاض معهم هذه الحرب. عندما نتكلم عن بعض من الشخصيات في الفيسبوك على سبيل المثال او مواقع التواصل الاجتماعي، هؤلاء هم افراد من افراد الشعب الليبي، حتى ان الناس في الشارع نحن نلتقيهم ونعيش معهم يقولون باننا نؤمن بان هذا الاعلام هو اعلام كاذب، ولكن نقول نريد ان ننسف هذا الاعلام من خلال رؤيه القائد العام، حبنا للقائد العام والتفافنا حول القائد العام، نريد فقط ان نراه هكذا في صوره. لكن في جميع الاحوال أثبت المجتمع في نهاية الأمر هو الذي يخوض هذه الحرب الإلكترونية، وبأن القيادة العامة ليست لوحدها في هذه المعركة، بل أنها معركة الشعب، معركة المجتمع مع هكذا جماعات. في جميع الأحوال، في جميع الأحوال نقول للليبيين ودون أن نكرر بأن هذه الحرب الإلكترونية قد خسرت في نهاية الأمر وكسبناها، رغم أننا قد تكون هناك انتقادات، قد تكون ملاحظات، وأعتقد أن كل الليبيين لديهم ملاحظات ولديهم انتقادات، لكن في جميع الأحوال تبقى هناك نقطة مهمة وهي نقطة الاستدراج التي ترتب عليها ارتفاع مستوى الإشاعات من مسألة المرض البسيط إلى مسألة الجلطة الدماغية ثم مسألة الوفاة. هذا الأمر ما الذي سيترتب عليه؟ هو ضرب ذلك الإعلام المضاد للمشروع الوطني وللقوات المسلحة وإحراجه أمام أنصاره، وإحراجه أمام أنصاره، وإثبات بأنه في نهاية الأمر مجرد آلة إعلامية قطرية وتركية، نعم، لا تهدف فقط إلا للإضرار بالنشيج الاجتماعي. أستمع إلى كلمة العميد أحمد المسماري المتحدث باسم القوات المسلحة معي الآن عبر الهاتف. سيادة العميد أهلا بك. أهلا وسهلا بك وبضيوفك الكرام وبكل الأخوة المشاهدين. ما الكلمة التي توجهها للشعب الليبي قبل ساعات من وصول القائد العام إلى أرض الوطن؟ أولاً أبارك لهم مقدماً عودة السيد القائد العام سيد المشير القن حرب خليفة أبو القاسم حفتر، كما أهني أبناء المؤسسة العسكرية على نجاحهم في إثبات أنهم مؤسسة متماسكة مترابطة مبنية على الضبط والربط والتراتبية العسكرية، كما أحيي كل الشعب الليبي وأهنيهم بحقيقة بصبرهم على هذه الإشاعات وعلى تماسكهم وترابطهم خلف القيادة العامة وزيادة وتيرة التضحية والفداء من أجل ليبيا. نحن في القوات المسلحة وفي القيادة العامة نفخر بهذا الشعب العظيم، نفخر بهذه الثقة التي وضعها فينا هذا الشعب العظيم، ونفخر بما أنجزناه في هذه المعركة. والأسبوعين الماضيين كانت صفحة من صفحات معركة طويلة أو صفحة من صفحات حرب طويلة على الإرهاب، هذه مثلها مثل معركة البرق الخاطف ومع بداية معركة الكرامة وبقية المعارك في على الأرض. المعركة الإعلامية التي انتهج فيها العدو هذا الأسلوب والذي نعرف منذ البداية ومنذ الساعة الأولى لانطلاقها أنها مبنية على الكذب والخداع والغش، ومبنية على أساس الفتنة ما بين أبناء المؤسسة العسكرية وما بين المؤسسة العسكرية والحاضنة الحقيقية وهو الشعب الليبي، ومبنية على ترهات لا أساس لها من الصحة. نحن عاملنا مع هذه المعركة بحرفية عسكرية بضبط وربط وأمن قومي عالي المستوى وحس وطني كبير جدا. نحن وأنا سمعت لمداخلة السيد أحمد عامر من جمهورية مصر العربية أننا نحن، وأقول له أن نحن لدينا استراتيجية للتعامل مع كل المواقف سواء المتوقعة أو الغير متوقعة والتي قد تفاجئنا في أي لحظة، ولكن نحن لا نعمل على أساس ردة الفعل أو على أساس الرد على كل من يكذب أو على كل من يحاول تضليل الشعب. الشعب الليبي مثقف والشعب الليبي واعي والشعب الليبي يعرف أين مكامن القوة وأين مكامن القدرة والإرادة عند القوات المسلحة العربية الليبية. بإذن الله يوم الغد سنهديهم
يوما وعرسا استثنائيا في تاريخ ليبيا وفي الحرب على الإرهاب. انتصار آخر يضاف لكرامة، انتصار آخر يضاف لحصيدة الشعب الليبي وللقوات العربية الليبية. وبالتالي أسمح لي في هذه اللحظة أن أحيي الأبطال الشجعان الفرسان الذين الآن يسطرون ملاحم الشرف والعزة والكرامة حول مدينة درنة، ويتقدمون كالأسود الآن حول مدينة درنة. كما أحيي رجال الصحراء الذين يؤمنون منطقة خليج السدرة وجفرة وفي سبها وفي المنطقة الغربية، رجال القوات المسلحة الذين سترونهم بإذن الله في الأيام القادمة في أكبر استعراض عسكري في بعد قيام القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية. سنكون في مستوى طموحات الشعب الليبي بإذن الله. وبالتالي هذا هو ردنا على هؤلاء الأوباش وعلى الغرياني وزمرته المجرمة وعلى بلحاج وزمرته المجرمة وعلى قطر وتميم وزمرته المجرمة وعلى كل من وضع يده السوداء في هذه القضية خلال هذين الأسبوعين. وهذا حقيقة نحن استفدنا كثيرا كثيرا، وتناقشت مع السيد الدكتور أحمد العبود وفرج زيدان في هذه النقطة بالذات، استفدنا ملف قوي جدا سيقدم إلى بعثة الأمم المتحدة وسيقدم إلى المؤسسات والهيئات الدولية مثل جامعة الدول العربية ومثل الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وكل المؤسسات الدولية والهيئات الدولية، أننا نحن نحارب في مجرمين من يمارسون في الكذب والفتنة بين أبناء الشعب الليبي. بإذن الله لدينا حصيلة كبيرة جدا سنعمل عليها قانونيا وإداريا مع حتى دول الجوار ومع الأشقاء والأصدقاء العرب وغير العرب. أشكرك العميد أحمد المسماري المتحدث باسم القوات المسلحة. أختم معك دكتور أحمد العبود القائد العام، بعد هذه الشائعات في اليوم الثاني تقريبا لهذه الشائعات اتصل به المبعوث الأممي غسان سلامة وكان أو نفى هذه الشائعات. بعد أيام أيضا وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودغيان أيضا نفى هذه الشائعات، وهناك حملة ضد الرجلين، وصفت الأول بالمنحاز ووصفت الثاني بأقذح الأوصاف. الآن أيضا هناك عدم تصديق من قبل البعض لازال مستمرا رغم أنه ساعات فقط تفصلنا عن عودة المشير. وأختم معك. نعم، يعني أنا بديت بالحمد وننتهي بالحمد، الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. أولا يعني الدرس الذي أستطيع أن أقوله بأن نحن كسبنا الحرب العالمية رغم ضعف الإمكانيات. نحن نواجه تنظيم دولي بمشروع دولي تموله قطر وتموله الجماعات الإرهابية داخل ليبيا التي نهبت الخزانة العامة خلال السنوات الماضية. أستطيع أن أقول بأننا كنا مقنعين وكان الآخر غير مقنع، يعني كنا مقنعين وكان الآخر غير مقنع. الغير مقنع غدا سوف نرد عليه، سوف يرد عليه القائد العام مباشرة من خلال عودته الميمونة واستقبال أبناء شعبه الشعب الليبي وأبناء مؤسسته العسكرية له بإذن سوف الله. يقتنعون غدا. نعم. عندما نعم يشاهد نعم الصوت والصورة. خلاص أستاذ أحمد، يعني نحن نقول لك أنا راهو بأمانة مشروعهم فشل، يعني وحد حرب واحدة أخرى هزموا فيها. الحرب العالمية، حتى الحرب العالمية التي حشدوا لها كافة الإمكانيات والشائعات والكذب والإعلانات الممولة والتزوير ومحاولة إحباط معنويات هذا الشعب العظيم الشعب الليبي، كل هذه الإشاعات هزمت، هذا المشروع هزم إعلاميا. يعني وأثبتت المؤسسة العسكرية بأن هي المؤسسة صاحبة الإنجاز والجدارة صراحة في إدارة حتى الحروب الإعلامية. يعني أنا بصراحة مؤيد جدا للكلام اللي قال العميد أحمد أن تعاملنا بخطاب الصدق وبخطاب الحب. يعني الشعب خطابه هو خطاب الحب، وهذا الخطاب خطاب الحب للقائد العام وهذه المؤسسة القائدة. طيب. هو الذي هزم خطاب الكراهية وخطاب الإشاعة وخطاب وخطاب الفتنة والكذب. دعني أختم مع الدكتور العربي الورفلي. دكتور غسان سلامة في اليوم التالي لهذه الشائعات اتصل بالقائد العام نافيا هذه الشائعات وهجوم كبير من قبل الإخوان المسلمين وإعلامهم عليه وطالبوا بتغييره. أيضا وزير الخارجية الفرنسي
نفى شائعات تتحدث عن وفاة القائد العام، حملة شرسة شنت ضد وزير الخارجية الفرنسي. وغدا يعود المشير، هل سيقتنع هؤلاء أن المشير لازال على قيد الحياة؟ ابدا لن يقتنعوا، لان هذا ياكلوا في حاجات غريبه والله، مازال ما عرفناهم، احنا نبغوا نديروا عليهم تحليل، مانيش عارف شنو يتناولوا فيها اليوم. على اي حال بالفعل غسان سلامه اتصل بالمشير، ولكن شنو قالوا هذيهم؟ قالوا لا، المشير كيف في دار العنايه؟ ما هذا المشير الذي في غيبوبه ويريد ان يتكلم؟ يعني جابوا بصفحاتهم ايضا، يعني بعض الوزير الخارجي الفرنسي كان في تصريح رسمي امام الجمعيه الوطنيه، انا استمعت اليه وشفته على وسائل الاعلام والصحف منشور، قال يعني بالحرف الواحد انه هو المشير موجود والامور طيبه مشو قالوا اولوه، قالوا والله هذا الوزير الخارجيه التصريح ربما ليس له ولم يكن تصريح رسمي، هو كان امام لجنه مساعده يسال فيها على العلاقات الخارجيه، كان امام لجنه الشؤون الخارجيه. المهم يا سيدي، الحمد لله رب العالمين زي ما قالوا الاخوه، انا فقط غير عندي هنا يعني حاجات بسيطه يمكن بنقولها. تفضل دكتور. اول حاجه النشطاء في طرابلس، يعني مدينه طرابلس هذه احنا نعتبر فيها مدينه الميليشيات. النشطاء في طرابلس اللي يدعموا في المؤسسه العسكريه والذي انا على تواصل مع بعضهم على الاقل، هم اكثر من سكان قطر، هذه حقيقه يعني معروفه. يعني نشطاء ما شاء الله عددهم في تزايد، والله موجودين في كل شارع، موجودين ايضا في الـ في الـ في الـ معاهم، يعني يشتغلوا غادي معاهم، وفي نشطاء موجودين ويتواصلوا معنا وبارك الله فيهم، يدعموا في المؤسسه العسكريه. فيه بوق قليل نبي نتكلم عليه، يعني الحقيقه بصراحه، يعني بصراحه يعني احنا الانسان المفروض يحترم الناس، عرفت؟ هذا الذي يسمي نفسه يعني المدعو عبد الرزاق الاعرج، هذا كل خمس دقائق يطلع علينا في منشور، الصبح تلقاه مع مصالحه ومع قضايا ومع الحب والوئام والسلام، وفي الليل يتكتل فيها بغضاء وحقد وكراهيه، وكل خمس دقائق ينزل في منشور. هذا السيد الاعرابي صعب قسوره يا ناس، الشعب الليبي ربما يعني ربما نسى ذلك او ذاكرته ضعيفه. هذا مجرم، هو من اعلن عمليه قسوره اللي يدمروا فيها المطار واللي يحرقوا فيها خزانات واللي حرب طاحنه، حرب طاحنه استمرت الان، او العراد يدعو للصلح والمصالحه ومجموعه ربما يسعون لمناصب، باقي الناس اللي ماتت معاكم هذين في قسوره وفي فجر ليبي كيف يصير فيها هذين؟ شنو هذين؟ بين قوسين حمير دلمنت للاسف، يعني استعملوهم ولوحوهم وخلوهم على قارعه الطريق. هذا يعني الحقيقه اسلوب اجرامي، كل يوم هو حرض، ولكن الحمد لله الشباب يعني والنشطاء تصدوا له، والحقيقه المتحدث من جمهوريه مصر العربيه نحييه بالفعل، انا ركزت على الجانب الاعلامي، يجب ان تكون المعركه اعلاميه عسكريه، الجانب السياسي احنا تركناه، انا شخصيا لم اعد مؤمن بالجانب السياسي، الجانب السياسي جربناه من 2011 الى عند هاللحظه 2018 وشنو كانت النتائج، دمار يعني للليبيين في حاله انهيار، مشاكل اقتصاديه الى غير ذلك، الاعلام والجيش، وخلي اللي بيقول عسكره الدوله يا اخي نبون امن بلدنا، نبون يعني سمعنا للعميد المصماري وكيف ذكر، يعني قال لك في معارك اخرى يعني ثم نحن لا نعلمها، في اشياء اخرى تحصل للبلد، في مخابرات يعني موجودين مخابرات يشتغلون تحت مسميات منظمات انسانيه ومنظمات مش عارف شنو، وحتى داخل الامم المتحده ربما بلاد يعني متهلعه من كل تركينه، خلينا نلموا البلاد بهالقوات المسلحه وخلينا نتصدى لكل من يتطاول على القوات المسلحه، ونحن لا نشخصن المؤسسه العسكريه على الاطلاق ابدا، ولكن الحقيقه من باب الوفاء نحن ناس نعطي الوفاء لاهل الوفاء، هؤلاء الرجال ومنهم السيد المشير والذين معه بالفعل اسسوا مؤسسه عسكريه قارعه الارهاب وحررت بنغازي، ولديه الان قوات كما قلت لك سابقا قوات ضاربه والحمد لله رب العالمين، فكيف تريدون منا بالله ان نقف ضد هذه المؤسسه العسكريه؟ من ندعم بعد ذلك؟ هل تريدون ان ندعم ميليشيات؟ هل تريدون ان ندعم الذبح والقتل والسلع وسفك الدماء ومن اجل مناصب ومن اجل هذا المال؟ انظر الى طرابلس الان، بالله على فكره يا اخي احمد ولا اخذت من وقتك، خطرها على طرابلس، يعني تو مثلا انا شخصيا وبعض الاخوه النشطاء لا يستطيعون الرجوع الى طرابلس، بينما نستطيع الرجوع الى بنغازي، يعني والله العظيم مرحب نمشي. فقدنا الاتصال معك دكتور العربي الورفلي، اشكرك
وأيضا بإذن الله سوف تكون الأيام القادمة في بنغازي تشهد على هذه الاحتفالات بذكرى الكرامة. دكتور العربي الورفلي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، كما أشكر دكتور أحمد العبود السياسي والأكاديمي. أشكر دكتور مختار الجدال، حلقة يوم الغد إن شاء الله دكتور مختار الجدال أستاذ التاريخ السياسي بالجامعات الليبية، كما أشكرك دكتور فرج زيدان الباحث السياسي والقانوني. أشكر العميد أحمد المسماري المتحدث باسم القوات المسلحة، كما أشكر الصحفي المصري الأستاذ أحمد عامر. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدينا، كونوا يوم الغد بالقرب. يوم الغد سوف يكون يوم احتفالي كبير، يوم ثقيل على الإخوان المسلمين ومن ولاهم. مشاهدينا بإذا نكون قد وصلنا إلى الختام، تقبل في الختام تحيات معد هذه الحلقة أحمد سالم، تحياتي أحمد القماطي، في أمان الله.